السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأدات والبصير لا بتفريق آله والشاهد لا بمماسه والبائن لا بتراخ مسافة والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين أسطورة خمسة وثلاثون الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان تحت هذه الجهة تحت هذا العنوان أقول عنوان المشرق الذي جاء في الروايات التي صدرت في المدينة والتي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة المشرق وفتن المشرق ورأس الكفر وقرن الشيطان من المشرق فانه وحسب الخريطه والخرائط يكون المراد بالمشرق شرق المدينه المنوره والتي تشمل ما يعرف حاليا من اسماء مثل الرياض ثم قطر والبحرين ثم شمال الامارات ثم محافظه سستان جنوب شرق ايران ثم الباكستان ثم الهند ثم بنغلاديش ثم ميانمار بورما ثم الصين أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة وبزاوية تزيد على الخمسة وأربعين درجة. أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة وبزاوية تزيد على الخمسة وأربعين درجة فيكون العراق أقرب لشمال المدينة من شرقها وهذا واقع محسوس كواقعيه كرويه الارض وواقعيه دوران الارض حول الشمس فهل يعقل ان يخطئ الوحي الالهي في معرفه جهه طلوع الشمس فيصرح ويشير الى ان طلوعها من الشرق بينما هي تشرق من الشمال حسب اتباع الوهابيه ان هذا لهو الضلال المبين والبلاء العظيم واذا كانت الشمس تطلع من الشمال فلماذا قالوا عنها شروق حتى في السنه الشريفه وفي القران المجيد ولماذا لم يطلقوا عليها ما يناسب الشمال وطلوعها من الشمال خرافه بامتياز خطوه اخرى اقول عنوان نجد الذي جاء في الروايات وفي الاثار وكان عاده مورد تطبيق روايات المشرق والفتن وقرن الشيطان وراس الكفر فهو ما يعرف سابقا باليمامه وهو واحد من اهم اقاليم شبه الجزيره العربيه ويقع شرق اقليم الحجاز وفي مصطلحات اليوم فان الرياض تعتبر مركز اقليم نجد. بين قوسين اليمامه. الجهه السادسه اضاع المشرق القراني والنبوي، اضاع المشرق القراني والنبوي في بيان تلبيس الجهميه الجزء الاول وذكرنا هذا المقام الذي نقتبس منه، في الجزء الاول من صفحه 15 الى صفحه 23 قال ابن تيميه ثم قال الرازي وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم إلآن يقول فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار قلت أي تيمية وفي اظهاره من جهه المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنه، بل يخالف ذلك مطلقا، يقول يقول وفي اظهاره من جهه المشرق هذا لم يرد به كتاب ولا السنه، لم يرد في الكتاب ولا في السنه، لم يرد به الكتاب ولا السنه، لا يريد به الكتاب ولا السنه، لم ياتي به الكتاب ولا السنه، بل اكثر من هذا، يقول بل يخالف ذلك مطلقا. من اجتناب ذلك واتقائه حيث حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اخباره بان الفتنه وراس الكفر من المشرق الى اخر المقتبس. اقول هنا تعليق قول تيميه وفي اظهاره من جهه المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنه. بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك واتقائه لا يتم مطلقا هذا قول تيميه لا يتم مطلقا حيث ورد عنوان المشرق في السنه النبويه كما ورد كثيرا في القران ورد وليس بعنوان الفتنه وراس الكفر وقرن الشيطان لا اتابع عناوين اخرى اقول لا يتم كلام ابن تيمية مطلقا حيث ورد عنوان المشرق في السنة النبوية الشريفة كما ورد كثيرا في القرآن فعن أي مخالفة وأي اجتناب وأي اتقاء يتحدث ابن تيمية ويعترض على الرازي فأعطينا عنوان أضاع المشرق القرآني والنبوي أقول في كتاب الله العزيز قال سبحانه وتعالى عدة شواهد قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم فاخذتهم الصيحه مشرقين كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا يوقد من شجره مباركه زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال تعالى: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون وقال سبحانه وتعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها فأسأل التيمية هل ينطبق هذا على الملك العادل الذي مدحه الرازي وأيدت مديح الرازي وزدت مديحا له فلماذا تنفي عنه المشارق وأورثنا القوم الذين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها نعم لقد أضاع ابن تيمية المشرق القراني والنبوي الجهة السابعه الجهمي والمجسم هل يتفقان استفهام وتعجب الجهة السابعه الجهمي والمجسم هل يتفقان وانا اعتذر مسبقا لطرح التفريعات وبعض التوسعات خلال البحث التي تعتبر خارج المحور الرئيسي للبحث لكن ماذا نفعل يوجد كثير من المحاور كثير من العناوين عندما نبحث فنقيد هذه لكن لكثره ما قيدنا فصرنا عندما نرجع الى ما نريد فكاننا نعيد البحث من جديد ولا نعلم ماذا يحصل بعد هذه اللحظه بنا فنحاول الان في كل ما يحصل من مجال وفسحه خلال الدرس والبحوث نحاول ان نعطي ما عندنا ونشير الى ما عندنا ولو على نحو الدلاله على الطريق والسير في الطريق ولو باراءه الطريق والتحقيق للخطوه الاولى في الطريق ويبقى على من يريد ان يستفيد وان يكمل الطريق ويكمل البحث وايضا هذه الجهه السابعه يكون الكلام فيها ما يرجع الى ما ذكرناه قبل قليل من معنى اذا الجهه السابعه الجهمي والمجسم هل يتفقان في بيان تلبيس الجهميه جزء اول في الصفحة 13 في صفحة 13 قال ابن تيمية: "ثم قال الرازي:" واني وان كنت ساكنا في اقصى بلاد المشرق الا اني سمعت اهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على ان السلطان المعظم العالم العادل المجاهد على ان السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين افضل سلاطين الحق واليقين ابا بكر بن ايوب لا زالت ايات راياته في تقويه الدين الحق والمذهب الصدق متصاعده الى عنان السماء واثار انوار قدرته ومكنته باقيه بحسب تعاقب الصباح والمساء. افضل الملوك واكمل السلاطين في ايات الفضل وبينات الصدق وتقويه الدين القويم ونصره الصراط المستقيم فاردت ان اتحفه بتحفه سنيه وهديه مرضيه فاتحفته بهذا الكتاب الذي سميته باساس التقديس على بعد الدار وتباين الاقطار. قال شيخ تيميه وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته وعاده امثاله من المتفلسفه والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاه والامراء وذويهم لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان او باطلا وسواء قصدوا به وجه الله او قصدوا به العلو في الارض او الفساد لاحظ وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل ابو بكر بن ايوب فصنفه واهداه له ظنا انه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه انه يختار مذهب اهل النفي ولم يكن الملك من هؤلاء النفاذ. لاحظ اذا هذا المديح الاضافي من ابن تيميه للملك. يقول وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب فصنفه وأهداه له ظن أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي يقول ولم يكن الملك من هؤلاء النفات إذن يدعي أن الملك على مذهبه على مذهب التيمية على مذهب التجسيم والتشبيه أقول الكلام في أمور، الأمر الأول الملك الأيوبي العادل، الملك العادل الأيوبي امتدحه الرازي وأيد ابن تيمية ذلك بل زاد في مدحه، أي أنهما اتفقا بالرغم من الاختلاف المذهبي والعقدي بينهما. إذا هذا هو عنوان الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ أقول فالرازي شافعي أشعري من أهل التقديس والتنزيه. ويكفر المجسمه والمشبهه. قال الامام الرازي في كتاب معالم اصول الدين: المجسمه كفار، لانهم اعتقدوا ان كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهه فليس بموجود. ونحن نعتقد ان كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود. ليس بمتحيز ولا في جهه فالمجسمه نفوا ذات الشيء الذي هو الاله فيلزمهم الكفر فقط يعني نحن ليس الان في مقام التدقيق والتحقيق والتفصيل والبحث في هذا الموضوع لكن فقط اشاره الكلام كلام الرازي هنا بما ذكره من مقدمات وما رتب عليه من نتيجه غير تام واضح؟ يعني الآن الرازي كفر المجسم والمشبه بناء على ما يبني عليه الرازي وليس بناء على ما يبني عليه المجسم والمشبه، التفت جيدا، اذا ما ذكره هنا من مقدمات لا يترتب عليها النتيجه، النتيجه حقيقيه صحيحه لكنها هي غير مترتبه على هذه المقدمات، تترتب على مقدمات اخرى على ترتيب هذه المقدمات وتعديل هذه المقدمات تنتج هذه النتيجه. لا اريد ان ادخل في تفصيل لكن على أقل تقدير يوجد كلام يوجد بحث يوجد نقاش يوجد تعليق على كلام الرازي النتيجة صحيحة لكن المقدمات غير تامة هذا بالنسبة إلى الرازي فهو يكفر التيمية لأنهم يقولون بالتجسيم ويقولون بالتشبيه ويعتقدون بأن كل ما, ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود فإذا الله ليس بموجود انتبه جيدا يعني هم يعتقدون المجسمة ابن تيمية أتباع ابن تيمية الوهابية ماذا يقولون وكل أمة التيمية يقولون هم يعترضون على الأشاعرة يعترضون على المعتزلة يعترضون على الفلاسفة يقولون أنتم تقولون الله غير متحيز وليس في جهة فما كان غير متحيز ولا في جهة فليس بموجود إذن الله ليس بموجود هم يحتجون على الجهميه بهذا بهذه الحجه، فالرازي قلب الدليل عليهم فقال اذا انتم تقولون بانه كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهه فليس بموجود، ونحن نقول بان الله سبحانه وتعالى لا يكون متحيزا ولا في جهه، وانتم تقولون من له هذه الصفات فهو غير موجود اذا انتم تقولون الله غير موجود ينطبق عليكم عنوان الكفر اقول بينما ابن تيميه مشبه مجسم يكفر اهل التقديس والتنزيه فيكفر الجهميه الاشاعره فيشمل التكفير الرازي ويكفر المتكلمين فيشمل التكفير الرازي، اذا ابن تيميه مشبه مجسم يكفر اهل التقديس والتنزيه فيكفر الرازي، لان الرازي من الاشاعره من المتكلمين من الجهميه باي عنوان من العناوين فيشمله تكفير ابن تيميه. اقول اذا فما الذي جمعهما على مدح الملك العادل؟ الرازي هذه خطوات في الكلام، الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران وبينه وبين الملك العادل ما شاء الله كلها في إيران كلها من بلاد فارس كلها من الفرس من المجوس من الصفوية من الشرق إما أصلا وفصلا وموطنا وإما موطنا أو ولادة إذن أقول الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران. وبينه وبين الملك العادل العديد من البلدان والملوك والسلاطين المسلمين فلماذا خصه بكتاب اساس التقديس؟ فهل يحتمل ان يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك؟ لاحظ على اقل تقدير يوجد بينه وبين هذا كل ما موجود من ولايات وبلدان حتى يمر بالعراق ويصل الى الشام ثم الى مصر ومن جهه الجنوب يكون امامه الساحل الغربي للخليج ونجد والحجاز وبعد هذا البحر وبعد هذا تاتي مصر. اذا يوجد بلدان كثيره بينه وبين الملك العادل. اذا فهل يحتمل ان يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك فالرازي الشافعي والملك العادل وعموم الامراء والسلاطين في وقته كانوا على المذهب الشافعي كما تشير لهذا العديد من المصادر. بل صار المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للدولة الأيوبية وسيأتي ذكر بعض الشواهد بعون الله تعالى ومما يؤكد أو يؤيد المذهبية إشارة الرازي للمذهب خلال مدحه للملك العادل حيث قال لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق دين حق ومذهب صدق في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء والشواهد القادمة إن شاء الله التي ستأتي بعون الله تعالى ستؤكد هذا المعنى خطوة أخرى أقول بعد ثبوت تكفير ابن تيمية لأهل التقديس والتنزيه وثبوت كون الملك العادل الشافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس فهل يحتمل أن يكون مدحه له يرجع إلى ما أشاعه التيمية أنفسهم ما أشاعه أنفسهم من أن الملوك الأيوبيين ارتكبوا المجازر الكبيرة بحق المصريين فقتلوا مئات الآلاف بل أكثر من مليون وربما ملايين حتى قلبوا مذهب المصريين من الشيعي إلى السني التفت جيدا عندما أقول وثبوت كون الملك العادل الشافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في اساس التقديس لانه لو لم يكن على هذا المذهب فكيف يتقبل هديه فيها كفر والحاد وسحر وخرافه وشرك ورده وشعوذه وشعبذه كما يتهم التيميه وكما يقول التيميه عن كتب اهل الكلام وعن كتب الاشاعره وعن كتب التقديس والتنزيل، كيف تقبل الملك هذه الهديه وهي فيها الكفر وكل الكفر. وصريح الكفر كما يدعي ابن تيميه، هذا هو القصد من الكلام. اذا لا يوجد اي واقعيه لمدح الملك لمدح الملك العادل بلحاظ المذهب بلحاظ المعتقد بلحاظ الاعتقاد، لانه بلحاظ الاعتقاد فهو على ما يعتقد به الرازي، فهو من اهل التنزيه والتقديس. اذا لماذا مدح الملك؟ هنا طرحنا هذا الاحتمال، هل يحتمل ان هل يحتمل أن مدحه للملك جاء بسبب ما أشاعه وما افتراه المذهب والمنهج التدليسي التيمي على أن السلطان الحكم الايوبي قد قتل مئات الالاف واكثر من مليون او ملايين المصريين الذين كانوا كباقي المصريين على مذهب التشيع فقتل هؤلاء وخاف الاخرون فانقلبوا على مذهبهم فتحول المذهب وتحول المصريون من التشيع الى التسنن. هذا هو المعنى اذا نقول فهل يحتمل ان يكون ان يكون مدحه له يرجع إلى ما أشاعه التيميه أنفسهم من أن الملوك الأيوبيين ارتكبوا المجازر الكبيره بحق المصريين فقتلوا مئات الالاف بل أكثر من مليون وربما ملايين حتى قلبوا مذهب المصريين من الشيعي إلى السني. خطوه أخرى هو هنا أقول هنا لابد من دفع شبهه تاريخيه مستحكمه بسبب تضليل المنهج التيمي المجسم. الذي يعتقد ان الارض مسطحه وان الشمس تدور حول الارض فينشا الليل والنهار وان الشرق الشمال وان نجدا العراق، التفت جيدا، شبهه تاريخيه مستحكمه مستحكمه بسبب تضليل المدلسين وبسبب غباء الاخرين ونحن لم نتصدى للدرس هنا. الا لاهداف ومن الاهداف نريد ان يتفقه الناس يتفقه الابناء يتفقه الاعزاء نريد ان نسيطر على مهزله السب والفحش والكلام الرخيص والسفاهه والجهل والانحطاط الاخلاقي نريد ان يمتلك الانسان يمتلك الابناء الاعزاء من السنه من الشيعه نريد ان يمتلكوا الدليل، الحجة، البرهان، البيان، الاخلاق، وكلما كثر عدد المهتدين ازداد وتضاعف احتمال التاثير على المغرر بهم في جبهة التكفير، جبهة المجسمه المشبهه، جبهة المارقه، الدواعش، القتله، الارهابيين، نريد ان نقلل من المغرر بهم، فنحتاج الى التعلم، الى التفقه، الى التحلي بالاخلاق الالهيه الرساليه حتى يكون لنا وفينا التاثير على الاخرين. اذا هنا قلنا يوجد شبهه مستحكمه بسبب التضليل اذا اعلموا وتيقنوا ان مصر لم تكن شيعيه ابدا. التفت جيدا، التفت الى هذه المعلومه. إذن اعلموا وتيقنوا أن مصر لم تكن شيعية أبدا، نعم حكمها الإسماعيليون الفاطميون 200 وسبعين سنة تقريبا لكنهم لم يفرضوا التشيع على المجتمع ولم يحكموا بكفر وإباحة الدماء وأعراض وأموال باقي المذاهب التفت هذا بالرغم من كل سلبيات الفاطميين لكن مع هذا هم اختلفوا عن منهج التكفير منهج الدعشنة منهج الجاهلين منهج المارقة منهج الخوارج تركوا الفسحة والمجال والخيار للعقل للانسان للحكمه للبيان وليس للاجرام والارهاب. اقول هذا سياق عام، هذا منهج عام، هذا منهج معروف، لاحظ بلحاظ هذه القضيه بلحاظ قضيه المذهبيه والطائفيه والدعوه للمذهب والمحاربه للمذهب. اذا اقول إذا اعلموا وتيقنوا أن مصر لم تكن شيعية أبدا، نعم حكمها الإسماعيليون الفاطميون 270 سنة تقريبا، لكنهم لم يفرضوا التشيع على المجتمع ولم يحكموا بكفر وإباحة دماء واعراض وأموال باقي المذاهب، فبقيت مصر على ما هي عليه واقتصر التشيع على الأمراء والسلاطين الفاطميين وبعض القادة والزعامات وقليل من الشرائح الاجتماعية. أما السواد الأعظم من الناس فلم يكونوا كذلك حتى نهاية الدولة الفاطمية خطوة أخرى أول ما قام به الفاطميون بناء الجامعة العلمية الفاطمية الجامع الأزهر أنا لست في مقام مدح الفاطميين وإنما أقول بأن الفاطميين حالهم حال باقي الحكام وحالهم حال باقي السلاطين وحالهم حال باقي الظلمه وحالهم حال باقي المتسلطين والانتهازيين، هذا هو حال الحكام في هذا الزمان وفي سابق الزمان، لا فرق عندنا بين هذا وذاك، إذن فقط لترسيخ الفكره التي طرحت قبل قليل. اقول اول ما قام به الفاطميون بناء الجامعه العلميه الفاطميه، الجامع الازهر وقد استقدموا له عشرات العلماء والائمه لاحظ ارسلوا على العلماء والائمه ارسلوا الوفود على العلماء والائمه لدعوه العلماء والائمه للمجيء الى مصر وقد استقدموا له عشرات العلماء والائمه والباحثين من مختلف المذاهب وبمختلف العلوم للشروع بالدروس فيه كما بنوا جامعه دار الحكمه فكانت حلقات الدروس تعقد يوميا في كل المذاهب والمجالات. لا تعجب لو بحثت في المصادر كما فعلت انا فوجدت ان منهج وسلوك ودين الفاطميين في التسامح الفكري والديني قد شمل الجميع من طوائف المسلمين ومن اليهود والنصارى لكنه لم يشمل الشيعه الاماميه الاثني عشريه. التفت الى هذه المفارقه والى هذه الحقيقه التاريخيه إذن لكنه هذا التسامح الفاطمي الفكري الديني لم يشمل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فإنك تجد حلقات دروس في جامعة الأزهر ودار الحكمة للمالكية والشافعية والحنابلة وكذا للحنفية فضلا عن الإسماعيلية لكنك لا تجد حلقة درس شيعية إمامية اثنى عشرية بل أكثر من ذلك فإن الفاطميين سعوا كل مسعى وبذلوا كل الجهود لمعاداة ومحاربة الفكر الشيعي الاثنى عشري الإمام الاثنى عشري حتى أنهم شنوا الحروب حتى أنهم شنوا الحروب ضد الدولة الحمدانية أو الحمدانية التي حاكمها إمامي اثنى عشري وحاصروها لسنين طوال حتى أسقطوها واجتاحوا حلب هنا لا بد من التنبيه إلى أن الحكام الشيعة الحمدانيين كانوا اكثر من الفاطميين انفتاحا وتساهلا مع كل المذاهب الاسلاميه وكل الديانات، فلم يفرضوا التشيع على احد، فضلا عن ان يكفروا احدا ويبيحوا دمه وعرضه وماله كما يفعل الدواعش المارقه على طول الزمان. ودائما نقول ونكرر انه لا يوجد عصمه ولا يوجد حاله مثاليه عصاميه للمجتمعات ولا للافراد الا من عصمه الله تعالى وعليه يكون الكلام بلحاظ المنهج العام والسياق والسلوك العام بالرغم من وجود خروقات هنا واخرى هناك ووجود ظلم وفساد هنا وغيره هناك في وقت ما او في اوقات كما يفعل الان الدواعش ياتون بحاله سلبيه هنا او حاله سلبيه هناك ويقولون هذا هو منهج وسلوك و تصرف ودين ومعتقد الشيعه الروافض وهذا هو معتقد وسلوك الصوفيه وهذا هو معتقد وسلوك المسيحيين او الصليبيين وهذا هو سلوك ومعتقد اليهود وهذا هو سلوك ومعتقد المجتمع الفلاني او الدين الفلاني او البلد الفلاني او الشريحه الاجتماعيه الفلانيه او الطائفه الفلانيه دائما ياتون ب حالة سلبية يلتقطون كما يلتقطون في حالات التدليس يلتقطون حالة سلبية هنا وحالة سلبية هنا ويعممون الحكم على الجميع فيكفرون الجميع ويبيحون دماء الجميع نحن قلنا لا يوجد عصمة لا يوجد حالة عصامية وإنما يوجد خروقات هنا يوجد خروقات هنا لكن نحن نتحدث عن السياق العام عن المنهج العام عن السلوك العام عن الغالب الأكثر إذن الكلام في الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ كان عندي الامر الاول والان الامر الثاني. الملك العادل اخ الملك الناصر صلاح الدين الايوبي فنحتاج الى تكوين صوره تاريخيه باكثر من بعد وفيها شيء من الدقه والعمق فيها شيء من الدقه والعمق ويعتمد ذلك على ذكر بعض الامور المتعلقه بصلاح الدين وبعمه اسد الدين اسد الدين شيريكو اذا كانت القراءه صحيحه شيريكو او شيريكو فلنطلع اولا على نبذه موجزه عن اسد الدين شيريكو والكلام في موردين المورد الاول ابن الاثير الكامل في التاريخ جزء تاسع ابن الأثير كان يعيش في تلك الفترة وعاصر تلك الفترة قال ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة سنة 564 هجري تحت عنوان ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر ذكر ملك نور الدين قلعه جعبر هذا عنوان بعد هذا ياتي عنوان ذكر ملك اسد الدين مصر وقتل شاور تحت هذا العنوان الثاني ولا زال الكلام في سنه 564 هجري يقول ذكر ملك اسد الدين مصر وقتل شاور اسد الدين من هو شريكو شريكو قال ابن الاثير وارسل الخليفه العاضد، الخليفه العاضد اي الخليفه الفاطمي في مصر، وارسل الخليفه العاضد الى نور الدين الزنكي، الى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج، وارسل في الكتب شعور النساء وقال هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك. لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الجيوش من الذي شرع في تسيير الجيوش نور الدين الزنكي واما الفرنج لازال الكلام لابن الاثير يقول واما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهره وضيقوا على اهلها وشاوروا هذا ابو المشاكل وشاوروا هو المتولي للامر والعساكر والقتال فضاق به الامر وضعف عن ردهم فاخذ الى اعمال الحيله هذا من شاور هذا شاور ما هو عمله؟ هو وزير الخليفه الفاطمي، الخلافه الفاطميه في النصف الثاني من الحكم الفاطمي، الحكم الفاطمي قلنا استمر ل ما يقارب ال 270 سنه نصف الفتره يعني اكثر من 100 عام الحكم صار بيد الوزير، الوزير هو الذي يحكم وصارت الامور الامنيه والاستخباراتيه والعسكريه والسياسيه والماليه والاداريه والعلاقات الخارجيه بيد الوزير، والخليفه فقط عباره عن اسم وعنوان له علاقه بالجانب التشريفي الديني، ليس اكثر من هذا. حتى ان الوزير صار هو الذي يعين الخليفه، يعين ولي العهد، فهذا شاور ينطبق عليه هذا المعنى. فارسل شاور الى ملك الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمه له، وان هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد. يعني شاور يقول له انا اخاف من نور الدين الزنكي ومن العاضد. وانما المسلمون لا يوافقونه على التسليم اليه لا يستطيع ان يعلن هذا لا يستطيع ان يعلن عن هذا لكن هو على هواه معه ويشير بالصلح واشار اليه بالصلح ومقابل الصلح اخذ مال لالا يقول له نتصالح ومقابل أن أعطيك المال ما هو التحذير للفرنج يقول لا يتسلم البلاد نور الدين فيشكل خطر عليكم يقول فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف, ألف دينار مصرية ملك الفرنج استجاب لكلام شاور فاشترط عليه أن يعطيه مليون دينار يعجل البعض ويمهل بالبعض الآن يقول ابن الأثير وكان نور الدين زنكي لما وصله كتب العاضد بحلب كان في حلب فوصلته كتب العاضد يعني كتب الخليفة الفاطمي وصلت إلى نور الدين زنكي أرسل إلى أسد الدين شيريكو أرسل إلى أسد الدين شيريكو يستدعيه إليه واجتمع نور الدين به أي بأسد الدين لاحظ أسد الدين هذا عم صلاح الدين اسد الدين وصلاح الدين يعملان عند نور الدين زنكي واجتمع نور الدين بأسد الدين وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مئتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة وغير ذلك وحكمه في العسكر والخزائن واختار من العسكر ألفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آلاف فارس وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع اسد الدين اعطاه 20 دينارا لكل فارس معونه غير محسوبه من جامكيته واضاف الى اسد الدين جماعه اخرى من الامراء منهم مملوكه عز الدين. لاحظ ربما التسميات تتداخل عندكم. اذا الزنكي هو نور الدين. الزنكي ارسل اسد الدين ارسل شريكوه، شريكوه هو عم صلاح الدين، فهذا الزنكي ارسل مع شريكوه مجموعة من الامراء، منهم مملوكه عز الدين جورديك وعز الدين قلج وشرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي كلها غير عرب. يعني الوزير الاعجمي صار يتحكم بالخليفة الفاطمي، والوزير الاعجمي صار يتحكم بالخليفة العباسي، وهكذا انقلبت الدنيا وصارت البلاد الاسلاميه بعد ان كانت الوصيه والاحتجاج بالوصيه وفي الوصيه وفي السقيفه بذاك الحي من قريش والعرب لا تقبل الا بذاك الحي من قريش انقلبت الامور كليا فصار الحكم للموالي والعبيد وانتهى الامر هذا هو حال المسلمين وحال البلاد الاسلاميه. اذا اين الاجماع؟ اين شورى السته؟ اين الوصيه؟ أين الحي من قريش؟ أين الأنصار؟ أين المهاجرون؟ وأخيرا نقول أين أهل البيت؟ أين الأمويون؟ أين العباسيون؟ كل شيء انتهى فتلاحظ أن نظرية الإمامة ما عدا من ثبت عليها ومنهم الإمامية الإثني عشرية الآخرون بدأوا يستحدثون للإمامة التفسيرات والتفسيرات حسب مقتضيات الحاجة حسب مقتضيات الحاكم والسلطان. إذا أرسل معهم فلان وفلان وفلان وقطب الدين المنبجي والياروقي وبرغش وجورديك وقلج وصلاح الدين يوسف بن ايوب أخي شريكوه يعني أيوب هو أخو شريكوه وليس صلاح الدين شريكوه يكون عم صلاح الدين يقول هذه وذهاب صلاح الدين يقول على كره منه وصلاح الدين يوسف على كره منه يقول ابن الاثير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يكمل ابن الاثير يقول احب نور الدين مسير صلاح الدين احب نور الدين الزنكي مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته التفت جيدا يقول نور الدين احب مسير صلاح الدين الى مصر يقول وفي هذا لا يعلم نور الدين بان هذا سي... سي... سيؤدي الى ان ينقلب عليه صلاح الدين فيذهب بيت نور الدين وينتفي نور الدين هو واهله. يقول احب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. يقول وسيرد ذلك عند موت شريكوه ان شاء الله تعالى. وسار أسد الدين شريكو فلما قارب مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بخفي حنين خائبين مما أملوا وسمع نور الدين بعودهم فسره ذلك نور الدين زنكي سمع بعودهم فسره ذلك وأمر بضرب البشار في البلاد وبث رسله في الآفاق مبشرين بذلك فإنه كان فتحا جديدا لمصر وحفظا لسائر بلاد الشام وغيرها فأما أسد الدين شريكو فإنه وصل إلى القاهرة سابعة جماد الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله التفت جيدا شاور اتفق مع الفرنج مع ملك الفرنج أن يرحل ويعطيه المال والخليفة الفاطمي أرسل تلك الرسالة إلى الزنكي إلى نور الدين زنكي ليست مجاناً، التفت جيداً هي كلها عبارة عن أموال ومصالح وفرص وانتهاز، ليس أكثر من هذا، إذاً أرسل له وطلب منه المساندة والمساعدة مقابل أن يعطيه المال ويقتطع له من الأراضي المصرية فتكون تحت سلطة الزنكي. إذن ماذا يفعل أهل مصر المساكين؟ كيف ستجبى منهم الأموال لتسديد ما اتفق به شاور مع ملك الفرنج وتسديد ما اتفق وما وعد به الخليفة الفاطمي للزنكي يقول فلما فأما أسد الدين فإنه وصل إلى القاهرة سابعة جماد الآخرة ودخل إليها ودخل اليها واجتمع بالعاضد لدين الله اي الخليفه الفاطمي، واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع العاضد عليه وعاد الى الى خيامه بالخلعه العاضديه. هذه كما الان يقلدون الاوسمه والقلائد والانواط يقول وخلع العاضد عليه وعاد شريكوه. الى خيامه بالخلعه العاضديه وفرح به اهل مصر. اذا الفاطمي فرح به وقلده وخلع عليه واكرمه واعطاه وفرح به اهل مصر يقول واجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيره والاقامات الوافره ولم يمكن شاور هذا الوزير لم يمكن شاور المنع عن ذلك. لأنه رأى العساكر كثيرة مع شركوه وهو العاضد معهم طبعا معه عساكر كثيرة والخليفة العاضد معه وأهل مصر أيضا معه فماذا يفعل شاور فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذلا لنور الدين من المال وإقطاع الجند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين لاحظ إذن طلب الخليفة الفاطمي ليس مجانا وإنما ونصرة الزنكي نور الدين زنكي وأسد الدين شريكو للخليفة الفاطمة الخليفة الفاطمي ليس مجانا مقابل المال مقابل الأراضي يقول وشرع يماطل شرع من شاور شرع شاور يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو يركب كل يوم لاحظ هذا مين شاور يركب كل يوم الى اسد الدين ويسير معه الى أيضا اسد الدين في مقا في مركز الاقامه في مكان الاقامه وهذا الوزير يذهب اليه كل يوم وهو يركب كل يوم الى اسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه يقول ابن الاثير وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اقول لاحظ كيف ان الحاكم الفاطمي هواه مع اسد الدين ومع جيش اسد الدين اي بمعنى ان الحاكم الفاطمي هواه مع اسد الدين وجيشه واهل مصر مع اسد الدين وجيشه واسد الدين عنده العساكر القويه والكثيره فأي وعد واي مماطله فأي وعد واي مماطله من شاور يتحدث عنها الراوي فأسد الدين شيريكو صار هو المتحكم والآمر الناهي والخليفه معه والخليفه الفاطمي معه ويغدق عليه بالعطايا والهدايا والأموال وعلى جنده وعسكره و وكذلك أهل مصر فرحوا به وصار يتصرف شريكو صار يتصرف كوزير وحاكم وملك فيخرج كما يشاء ومتى يشاء وصار الوزير شاور في ذلة وهوان إلى المستوى أنه يركب يوميا يركب يوميا إلى أسد الدين ويسير معه أينما سار فصار شاور وغير شاور تابعين لاسد الدين فصار الكل بيده البلاد والمال والخليفه والوزير والعباد فاي ثلث بلاد ومال واقطاع ينتظرها من شاور الذليل مسلوب الاراده والاختيار يكمل ابن الاثير كلامه يقول ثم انه عزم على ان يعمل دعوه يدعو اليها اسد الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم البلاد من الفرنج فنهاه ابنه الكامل هذا الكامل ابن شاور فنهاه ابنه الكامل وقال له والله لئن عزمت على هذا لأعرفن شركوه فقال له أبوه والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعا فقال صدقت الابن يقول للأب يقول له صدقت ولا ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج فإنه ليس بينك وبينه عود الفرنج الا ان يسمعوا بالقبض على وحين وحينئذ لو مشى العاضد الى نور الدين لم يرسل معه فارسا واحدا ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه. اقول من اين علم ابن الاثير الراوي من من اين علم ابن الاثير بهذه المحاورة السرية الخاصة والخطيرة جدا. اذا كان احتمال صحه هذه هذه الروايه وهذا الكلام فلا يوجد اما يوجد جاسوس يعلم بكل شارده ووارده تحصل في القصر في قصر الوزير وبيت الوزير او ان ابن الوزير هو الذي اخبر شيريكو والثاني مستبعد فيبقى عنوان وجود الجاسوس وسنعلم بعض الامر عن التجسس في ذاك المكان وفي ذاك العصر اذا اقول من اين علم ابن الاثير بهذه المحاورة السرية الخاصة والخطيرة جدا؟ واذا كان شاور بذاك السوء والشر والمكر والخداع وكما وصفه ابن الاثير وغيره وكان متيقنا كما ان ابنه كان متيقنا من انه ان لم يقتل اسد الدين فان اسد الدين سيقتله بل سيقتلهم جميعا هو وابنه وباقي أرحامهم فلماذا وافق شاور ولده واتفق على عدم قتل أسد الدين شريكو واختار أن يقتل وأرحامهما على أن يتسلط الفرنج على بلاد المسلمين وكان بإمكان شاور أن يقتل ابنه فإنه أي الابن مقتول على كل حال لأنه لو لم يقتل أسد الدين فانه سيقتل ابنه فان اسد الدين سيقتل ابنه ويقتله يقتل ابن شاور ويقتل شاور فابنه مقتول على كل حال فيبادر هو لقتل ابنه ثم قتل اسد الدين فينقذ نفسه واهله ووزارته ودولته وسلطاته فلا جواب هنا الا بتبييض ساحه شاور وبطلان كل ما قيل عنه من مكر وخداع وتامر وعماله وفساد لو كان هو بتلك الخسه والعماله كما يقولون وكان ابنه ميت على كل حال لانهم متيقنون انهم سيقتلون على يد شريكو فلماذا لم يقتل ابنه لان الابن هدد الاب بانه ان فعل ما قاله من دعوه شريكو و الأمراء وقتل شريكه والأمراء فإنه سيخبر أسد الدين شريكه فإذن العقبة هنا هو الابن إذا ليقتل الابن وهو الابن ميت على كل حال لأن الابن متيقن أنه سيقتل على يد شريكه وشاور أيضا متيقن أنه سيقتل على يد شريكه إذا الابن مقتول على كل حال يقتل الابن ويحافظ شاور على وزارته على حكمه على مملكته على عائلته على أرحامه على بلاده قال ابن الأثير ولما رأى العسكر النوري ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شره فاتفق صلاح الدين يوسف بن أيوب وعز الدين جورديك وغيرهما على قتل شاور فأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه فسكتوا وهم على ذلك العزم من قتله. اقول اي دين واي شرع واي رسول يبيح قتل الانسان لمجرد الخوف من شره فاليس هذا شرع الغاب؟ فهل يرضى وهل فعل ذلك الخليفه ابو بكر او عمر او عثمان رضي الله عنهم؟ اليست المدينه فضلا عن غيرها من مدن ممتلئة بالمنافقين وممن مرد على النفاق فأليس مثل هؤلاء يجب أن نخاف شرهم فهل قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الخلفاء رضي الله عنهم لمجرد أنهم خافوا شرورهم لا يوجد من يشرع ذلك ويبيحه إلا الفكر التكفيري الداعشي المتأصل من ابن تيمية وإمته السابقين وكلامنا هنا عن تشريع ذلك ونسبته الى الشرع والدين وحكم الله، اما القتل والاجرام الصادر من القاتل المجرم بما هو مجرم، مفسد، ظالم، ضال، دون غطاء شرعي، فلا كلام لنا فيه لانه واضح لا يخفى على انسان، لكن كلامنا مع تشريع وشرعنة الاجرام، فمن اين يعرف صلاح الدين؟ أو غيره ممن التحق بالإسلام وعقد العزم على نصرة الإسلام، فمن أين يعرف أن هذا حلال وهذا حرام؟ وهذا قصاص وهذا قبح وإجرام. فمن هنا يجب التصدي الفكري الصادق لأئمة الضلال، أئمة التكفير والإرهاب وسفك الدماء كي نقطع طريق التغرير والنفاق والإجرام وشريعة الغاب. ثم قال ابن الأثير فاتفق ان شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته لا ننسى أراد صلاح الدين ومن معه الفتك بشاور الغدر بشاور فنهاهم شريكو فنهاهم شريكو أسد الدين قال لهم لا تفعلوا وهو الأمير وهو المولى وهو الممثل للحاكم لولي الامر للخليفه فعليهم الإطاعة وهو القائد فعليهم الإطاعة إذا ماذا حصل يقول فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته فلم يجده في الخيام كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله عنه فلقيه صلاح الدين يوسف وجورديك لقمان شاور في جمع من العسكر وخدموه وأعلموه بأن شركوه في زيارة قبر الإمام الشافعي فقال نمضي إليه فساروا جميعا أقول هنا يا مارقة يا سفهاء الأحلام تكفرون وتقتلون المسلمين السنة والشيعة لأنهم يزورون القبور وتنتهكون حرمات الأولياء والصالحين وتهدمون قبورهم وها أنتم قطعت ألسنتكم وبلعتموها خاسئين مبلسين مرجومين امام زياره الولاه الملوك السلاطين اولياء الامور الايوبيين لقبر الامام الشافعي رضي الله عنه فسلام الله وبركاته على ال ايوب الذين كشفوا زيف مدعى ابن مدعى ابن تيميه واتباعه الجهال من منع وتحريم زيارة القبور وتكفير وقتل من يزورها. قال ابن الاثير: واعلموه اي مشاور شاور بان شريكوه في زيارة قبر الامام الشافعي فقال نمضي اليه فساروا جميعا فسايره صلاح الدين وجرديك والقياه الى الارض عن فرسه فهرب اصحابه عنه فأخذ أسيرا فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين فتوكلوا بحفظه وسيروا فأعلموا أسد الدين الحال فحضر ولم لاحظ ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه ولم يمكنه أي لم يتمكن أسد الدين ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه ماذا عملهم اسر شاور فالإتمام اي اجهز عليه اي قتله اقول نترك لأهل العقول الخارقه خاصه دواعش الفكر حل اللغز في قول صاحب الكامل ابن اثير ابن الاثير وموقف شريكوه فاتفق ماذا قال؟ قال فاتفق صلاح الدين وعز الدين وغيرهما على قتل شاور فاعلموا اسد الدين فنهاهم عنه فلم يمكنهم قتله بغير امر اسد الدين فحضر ولم يمكنه الا اتمام ما عملوه ارادوا قتله فنهاهم عن قتله فلم يمكنهم قتله بغير امره وبغير امر منه ولم يمكنه الا اتمام ما عملوه يستلزم الدور هؤلاء لا يستطيعون قتله الا بامر من شريكه، وشريكه لا يستطيع ان لا يامر بقتله، بل هو ملزم بان يتم ما فعلوه. وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابن الاثير: وسمع الخليفه العاضد صاحب مصر الخبر، فارسل الى اسد الدين يطلب منه انفاذ راس شاور، وتابع الرسل بذلك، فقتل وارسل راسه الى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخر ودخل أسد الدين القاهرة التفت جيدا لاحظ هذه العبارة هذا يعني المنهج التيمي بصورة عامة المنهج المنه... البعيد والمنحرف عن الحقيقة المنهج الذي يكتب ليس للحقيقي فيه ميل فيه زيغ يقع في مطبات يقع في تناقضات والآن يتمنى أهل التكفير يتمنى الدواعش لو انهم يرجعون الى ذاك الزمان وياخذون معهم من المثقفين من من الكتاب من الروائيين من كتاب القصص من كتاب كتاب ما يسمى بالسيناريو او الحوار والحوارات حتى يكتب وتكتب تلك القصص بدون ثغرات، لكن ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يبين الهفوات حتى يعلم العاقل المنصف ماذا حصل وماذا يحصل ساعد الله أهل البيت كل الزمان كل المكان كل الناس كل الحكام كل العوام حتى من من ينتسب إليهم كانوا شينا عليهم كانوا يطعنون بهم كانوا يسحقون بهم كانوا يفترون عليهم ساعد الله قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما حصل على آل بيته عليهم الصلاة والسلام لاحظ كيف يضع الكلمات يقول هناك كان مجبرا على اتمام ما فعله صلاح الدين هنا يقول فارسل اليه التفت جيدا يقول فارسل الى اسد الدين يطلب منه انفاذ رأس شاور وتابع الرسل بذلك يعني كانما يريد ان يقول الخليفه العاضد هو الذي الحى بارسال راس راس شاور فيقول لاحظ يقول فقتل وارسل راسه يعني هل الخليفة طلب على التسليم بصحة ما هو مر هنا فهل الخليفة طلب رأس شاور يريد أن يقول بأنهم يعني يطلب قتل شاور وإرسال رأس شاور أو هو تعامل مع شاور على أنه قد قتله وقطع رأسه فطلب الرأس تلاعب بالألفاظ وتلاعب بالعقول يقول وتابع الرسل بذلك فقتل وارسل راسه الى العاضد في السابع عشر من ربيع الاخر ودخل اسد الدين القاهره فراى من اجتماع الخلق ما خ... من اجتماع الخلق ما خافهم على نفسه فقال لهم اي اسد الدين قال للناس قال لهم امير المؤمنين اي العاضد امير المؤمنين العاضد يامركم بنهب دار شاور يامركم بنهب دار شاور فتفرق الناس عنه إليها إلى الدار فنهبوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه خلعة الوزارة مباشرة العاضد خلع عليه خلعة الوزارة أعطاه المرسوم وقلده الوسام والقلادة ولقب لاحظ ولقب لقبه الخليفة الملك المنصور أمير الجيوش ولقب من لقب لقب أسد الدين شيريكوه لقب بي الملك المنصور أمير الجيوش وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم ير فيها ما يقعد عليه واستقر في الأمر وغلب عليه ولم يبق له مانع ولا منازع واستعمل على الأعمال من يثق به من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره أقول هل في هذا حل للغز قبل قليل ذكرنا لغزا أقول هل في هذا حل للغز أي أن أسد الدين قتل شاور بأمر الخليفة العاضد الفاطمي وإذا كان الخليفة الفاطمي لا يحل ولا يربط أمام شاور بل هو لا يحل ولا يربط منذ أكثر من مئة سنة قبل شاور فالسلطة العسكرية والسياسية والمالية والإدارية والأمنية بيد الوزير وليس الخليفة الفاطمي، فكيف نتوقع يكون للخليفة يكون للخليفة أمر ونهي وطاعة على أسد الدين الأقوى والأقوى من شاور بكثير. ثم قال ابن الأثير: وأما الكامل، الكامل من؟ الكامل ابن شاور الذي نهى شاور نهى والده من أن يقتل أسد الدين وأما الكامل ابن شاور فأنه لما قتل أبوه دخل القصر هو وأخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان آخر العهد بهم أي إن انتهى الأمر قد قتل الجميع يقول فكان آخر العهد بهم فكان شركوه يتأسف عليه كيف عُدم؟ لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه، لاحظ لأنه بلغه بلغه، إذا يوجد جاسوس، لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شريكه، وكان يقول: وددت أنه بقي، لأُحسن إليه، وكان يقول: وددت أنه بقي لأحسن اليه جزاء الصنيعه أقول لماذا قتل شاور اصلا لماذا قتل شاور اصلا فضلا عن قتل أبنائه خاصه أن قتلهم على يد قبوريه مشركين مرتدين سحره كهنه يزورون قبر الشافعي فهم قبوريه مشركون، مرتدون، سحرة، كهنة، حسب منطق ابن تيمية التكفيري ومنهجه، لماذا يقتل هؤلاء القبورية؟ لماذا هؤلاء القبورية يقتلون شاور وابناء شاور؟ حسب منهج التيمية، مجرد استفهام. المورد الثاني ابن أثير الكامل في التاريخ، جزء تاسع، نفس المورد، في صفحة 342، يقول: ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة خمسمائة واربع وستين هجري ذكر وفاة أسد الدين شريكو قال في الكامل لما ثبت قدم أسد الدين كم بعد قتل شاور كم بقي أسد الدين شريكو في الحكم وعلى المنصب يقول لما ثبت قدم أسد الدين وظن أنه لم يبق له منازع أتاه أجله يقول حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فتوفي يوم يوم السبت الثاني والعشرين من جمادي من جماد الآخرة سنة 64 و500 وكانت ولايته فقط ولايته كانت عبارة عن شهرين وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام وأما ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين فإنه كان هو وأخوه نجم الدين أيوب ابن شاذي من بلد دوين إذا هذا الكلام عن أسد الدين كيف اتصل بنور الدين يقول أما ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين فإنه كان أسد الدين شريكه فانه كان هو واخوه نجم الدين ايوب هو وايوب ايوب ابو صلاح الدين فكان شريكوه وايوب ابناء شاذي من بلد دوين واصلهما وأصلهم من الاكراد الروادية واصلهما من الاكراد الروادية وهذا النسل هم اشراف الاكراد فقدم العراق قدم العراق وخدم مجاهد الدين بهروز اذا هذا ايوب واخوه اسد الدين شريكه ايوب وشريكه خدم اتوا اتوا الى العراق فخدموا بهروز فراى بهروز فراى من نجم الدين عقلا ورايا فراى من نجم الدين اي من ايوب فراى من نجم الدين عقلا ورايا وافرا وحسن سيره وكان اكبر من شريكه فجعله مستحفظا لقلعتك تكريت فسار إليها ومعه أخوه شريكو فسار أيوب إلى القلعة ومعه أخوه شريكو فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي فلما انهزم زنكي فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي طبعا هؤلاء أيضا أيضا أعاجم هؤلاء أتراك وأولئك أكراد كرد وغيرهم من الفرس وآخرون من التتر وغير هؤلاء من أماكن أخرى يقول فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي فلما انهزم زنكي بالعراق سنة ست وعشرين وخمسمائة وصل منهزما إلى تكريت فخدمه نجم الدين إذا زنكي انهزم وأين ذهب إلى تكريت إلى تكريت فخدمه نجم الدين فخدمه أيوب وأقام له السفن فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه فأحسن أيوب صحبتهم وسيرهم ثم إن شريكو قتل بعد هذا شريكو قتل إنسانا بتكريت هذا أسد الدين عم صلاح الدين أخو أيوب هذا شريكو قتل إنسانا بتكريت لملاحات أي مخاصمة بينهما لملاحات جرت بينهما فأخرجهما بهروز من القلعه فسار الى الشهيد زنكي ذهب الى زنكي الذي اكرماه قبل فتره عندما انكسر في العراق فسار الى الشهيد زنكي فسار الى الشهيد زنكي فاحسن اليهما وعرف لهما خدمتهما وعرف لهما خدمتهما واقطعهما اقطاعا حسنا فلما ملك قلعه بعلبك جعل زنكي أيوب مستحفظا بها فلما قتل الشهيد زنكي حصر عسكر دمشق عسكر دمشق حاصروا بعلبك ومن في بعلبك في قلعة بعلبك أيوب يقول فلما قتل الشهيد زنكي حصل حصر عسكر دمشق بعلبك وهو أيوب أي أيوب وهو بها أي أيوب بها فضاق عليه الأمر وكان سيف الدين غازي ابن زنكي مشغولا عنه بإصلاح البلاد فاضطر إلى تسليمها إليهم اضطر أيوب إلى تسليم قلعة بعلبك إليهم إلى, إلى عسكر دمشق فسلمها على إقطاع ذكره لاحظ أعطى عذر لانشغال زنكي سيف الدين زنكي عنه فأعطى عذر لأيوب بأن يترك القلعه ويسلم القلعه لمن هجم عليه من عسكر دمشق، لكن مقابل اي شيء مقابل ان يعطى اقطاع في دمشق، يعطى قطعه، يعطى اراضي فسلمها على اقطاع ذكره فاجيب الى ذلك وصار من ايوب، لاحظ انتقل من الزنكيين الى الدمشقيين. يقول وصار ايوب من اكبر الامراء بدمشق. يقول واتصل اخوه أسد الدين شركو بنور الدين محمود بعد قتل زنكي وكان يخدمه في أيام والده فقربه أي نور الدين نور الدين زنكي قرب أسد الدين شركو فقربه وقدمه ورأى منه الشجاعة يعجز غيره يعجز غيره عنها فزاده حتى صار له الأمر الثالث سنطلع هنا على بعض ما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح صلاح الدين الأيوبي والكلام في موارد وياتي الكلام بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين واسألكم الدعاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد